تعالى كده ناخد لنا جولة سريعة في البروجكت بتاعنا، ولك طبعا احنا مع الوقت واحدة واحدة كده هنبتدي نعرف كل حاجة بالتفصيل بتعمل ايه. الشغل بتاعنا كله موجود في السورس اب، هو ده بقى الابليكيشن بتاعنا، كل الفايلز بتاعتنا هتبقى في المنطقة دي. الجزء اللي بره السورس ده بيبقى فايلز لها علاقة بالبيلد تولز، يعني ده هاو ان احنا نكومبايل الابليكيشن بتاعنا. فهتلاقي طبعا من اهمها انجلر دوت جي اس، انجلر دوت جيسون، ده بيبقى فيه زي كونفيجريشنز للابليكيشن بتاعنا لعمليه البيلد بتاعت انجلر. مثلا الفايل اللي هو تي اس كونفيج دي للتايب سكريبت، فطبعا دي هتتشرح بالتفصيل في كورس تايب سكريبت، ازاي بقى نغير الطريقه اللي تايب سكريبت بيكومبايل بيها الفايلز بتاعتنا او بتايب تشيكنج على الحاجات بتاعتنا. طبعا ده السيرفر دوت تي اس، ده لو احنا فعلنا الاس اس ار هنلاقيه موجود، لو مش مفعلينه طبعا مش هنستخدمه في حاجه، فبرضه هنبقى ندخل فيه، ولكن ده هنفهمه اكتر في كورس نود جي اس وتحديدا اكسبريس، لان انجولار هنا باي ديفولت بيستخدم اكسبريس. نبتدي بقى ندخل جوه الفايل سورس. طبعا انا شايف هنا في فولدر عامله اسمه بابليك، ده بديل عن الاسيتس، يعني لو انت بتستخدم فيرجنز قديمه شويه وجيت تعمل ابلكيشن بسي ال اي او بانجلر سي ال اي، هتلاقي ان جوه فولدر ريسورس هنا في فولدر اسمه اسيتس، هنا سماه بابليك. تمام، مش هتفرق معانا في حاجه، المهم ان ده فولدر بنحط فيه الاسيتس او الحاجات الستاتيك فايلز، الايكونز، الصور، مش عارف ايه، بنحطها جوه البابليك او الاسيتس ايا كان مسماه، مش هيفرق خالص. طبعا في الابلكيشنز القديمه بيبقى فيه فولدرز تانية زي الانفايرمنتس وكده، لغوها. الانفايرمنت او الفيتشر نفسها موجوده، ولكن انجولار مش بيكريتها اوتوماتيك، ويفضل، لان طبعا الناس كانت بتسيء استخدام الانفايرمنتس. هنشوف المفروض ان احنا نستخدمه ازاي. اللي يهمنا في الموضوع شويه الملفات دول، ده ملف الستايل اللي هو الجلوبال، اي حاجه بنكتبها هنا بتتطبق على جلوبالي، تمام. فاحنا بنحاول على قد ما نقدر نحط الحاجات في الفايل ده بحساب، لان الحاجه اللي هنا هتسمع طبعا في البروجكت كله، لكن الصح ان احنا نستايل على قد الكومبوننت بتاعنا. فايل المين ده يعني زي ما انت شايف ما فيهوش اي حاجه، هي فانكشن بس اللي بيبوت سراب، احنا هنفتح الفايل ده بعدين كتير عشان هنلود حاجات جواه، ولكن دلوقتي احنا خلينا فاهمين ان هو ده بيبوت ستراب الابلكيشن. يعني ايه بيبوت ستراب الابلكيشن؟ يعني بيجمع بقى الكومبوننتس وبيربطهم ببعض، وبيربط بقى فايلات ال HTML بالجافا سكريبت، ويعني بيجهز الابلكيشن بتاعنا لعمليه سيرفنج. طبعا فايل الاندكس دوت اتش ام ال ده بيبقى عباره عن هيكل، بس هو هيكل ال HTML هيبقى كده، وطبعا الابلكيشن نفسه. وبعد لما هنخلص بقى ونعرف الفيوز كلها والراوتنج سيستم بتاعنا وكل حاجه، هيبتدي بقى ايه يظهر في الحته دي، يعني وقت لما هنفتح الابلكيشن هنلاقي الحته دي كده اتشالت واتحط مكانها كود ال HTML بتاع الابلكيشنز بتاعنا. طبعا الكلام ده بيحصل فين؟ في الران تايم، لكن طول ما احنا شغالين هنا هنشوف الفايل ده الشويه دول بس. نفتح بقى الابلكيشن، وده المهم بتاعنا، هنلاقي جوه منه فايل الاب دوت راوت، وده بنعرف فيه الراوتس، يعني بقول له لما اليوزر بينافيجيت لراوت معين، طبعا تقدر تقول راوت او روت زي ما انت عايز، الاثنين صح. لو بتنافيجيت لراوت معين هنهندل كومبوننت معينه، او هنشغل مثلا ريزولفر معين او جارد معين او وات ايفر. طبعا المصطلحات دي كلها هنتعلمها قدام شويه، ولكن بابسط الامور لما هننافيجيت لباث معين هندخل على كومبوننت معينه زي ما هنشوف. الاب كونفيج ده طبعا بنحط فيه الكونفيجريشنز، واهمها طبعا البروفايدرز دي بتاعه الديبندنسي انجكشن، وهنفهم بالتفصيل السكشن ده لان هنستخدمه كتير. ندخل بقى على الكومبوننت نفسه، زي ما احنا شايفين ان الكومبوننت بيتكون من اربع ملفات، يعني ده الاب كومبوننت، تقدر تعتبر الاب كومبوننت ده اللي هو الصفحه الرئيسيه. احنا اتفقنا ان الابلكيشن بيبقى متقسم لكومبوننتس، يعني كل حته او كل فيو كومبوننت. تخيل مثلا ان انا عندي صفحه البروفايل بتاعي على فيسبوك، انا اقدر اقسم الصفحه دي لكومبوننتس. طبعا التقسيمه دي انا اللي بختارها بالطريقه اللي انا عايزها. انا مثلا عايز اعمل التول بار اللي فوق ده هيبقى كومبوننت، السايد مانيو اللي في الجنب هتبقى كومبوننت، الحته اللي هيبقى فيها البوستس دي كومبوننت، جوه كل كومبوننت ممكن يبقى فيه كومبوننت اصغر منه، يعني المساحه اللي هي المين كومبوننت ده هحط جواه مثلا البوستس، في مجموعه بوستس، فانا بعمل كومبوننت اسمه بوست، وبعد كده بريوزيبل الكومبوننت ده عشان انا بيبقى عندي بقى كذا بوست في الصفحه،
فبدل ما بقعد اكتب الكودز دي كلها، لا انا بريزيبل الكومبوننت بتاعي، بس الداتا بتبقى مختلفه. كل بقى الكومبوننتس دي بجمعها في كومبوننت واحد كبير بيمثل الصفحه كلها، بنسميه الاب كومبوننت. يبقى الاب كومبوننت ده بيمثل الكونتينر الاساسي اللي بيبقى جواه بقى كل الكومبوننتس بتاعتنا. كل كومبوننت بيتكون من 4 ملفات، ملف ال HTML، وده كود HTML عادي جدا، ولكن طبعا بيبقى فيه شوية اختلافات. يعني هو HTML ولكن بيبقى تمبلت اكتر، يعني بيبقى فيه تمبلت انجن بيدخل بقى ايه بيريبليس شوية حاجات كده عشان بيظهر البروبس بتاعتي او الفاليوز بتاعتي بطريقة تبقى انتراكتيف. ولكن هو في الاول وفي الاخر كود HTML عادي جدا، مش زي مثلا React بيبقى كود JSX وكده، لا هو ده كود HTML عادي جدا. وبعدين ال CSS عادي برضو زي اي موقع بسيط جدا، بحط هنا اكواد. ولكن الفرق طبعا ان الاكواد السي اس اس دي بتبقى انكابسوليتد، يعني ما بتاثرش غير على الكود بس، يعني ما بتاثرش غير على الكومبوننت اللي هو موجود في الصفحه بتاعتنا دي بس. حتى لو في كومبوننتس تانية او اليمنتس تانية متعرفه في كومبوننتس تانية بنفس السي اس اس كلاس مش هتتاثر. وبعدين فايل بقى التي اس او الجافا سكريبت ده اللي بيبقى فيه بقى الكنترولر، يعني بيبقى فيه بقى العمليه اللي ببتدي اتحكم فيها بقى في الفيو بتاعنا. الفيو نفسه اللي هو كود ال HTML ده اللي بديفاين فيه الاليمنتس اللي هتظهر او هتتحقن في الدوم تري عشان تظهر كفيو. لكن كود الجافا سكريبت نفسه بيبقى في الكنترولر ده. طبعا بيبقى عندي فايل احنا مش هنستخدمه خالص اثناء التوتوريال دي، ولكن هنستخدمه طبعا في التوتوريال الفرعيه اللي هي اليونت تيستنج. الفايل اللي هو بيبقى دوت سبيك دوت تي اس ده بيبقى خاص باليونت تيستنج، وهنتكلم عنه في ميني كورس كده منفصل عشان الامور ما تختلطش بعض. يبقى انا عندي في كل كومبوننت عندي 4 ملفات او اكشولي 3 ملفات، لان في ملف احنا هنطنشه خالص اللي هو السبيك. عندي بقى فايل ال HTML ده بنحط جواه ال HTML كود، فايل ال SCSS او CSS وات ايفر حسب بقى الفريم ورك او ال CSS فريم ورك اللي انت استخدمته من الاول وانت بتكريت ابلكيشن، ده اللي بنحط فيه اكواد سي اس اس عادي خالص. وبعدين فايل الدوت تي اس اللي هو اللي بنحط فيه بقى الاكواد الجافا سكريبت. اكشولي الكومبوننت ده بيبقى محاط بمكونات تانية، الانجلر هنتكلم عنها بالتفصيل زي الدايركتيفز والبايبس والسيرفيسز وغيره، ولكن احنا يهمنا طبعا ككومبوننت كده خالص مخلص بيبقى عبارة عن الـ3 ملفات دول.